أهلا بكم. يقف خريجو كلية الطب أمام مفترق طرق ومأزق جديد بعد المساعي النيابية لإلغاء التعيين المركزي واعتماد الحاجة الفعلية. تجمعت حشود من خريجي كلية الطب في بغداد والمحافظات رافضين القرار المقترح والمطالبة بتعيينهم وتطبيق بنود القانون الحالي، حيث يرون في هذا القرار تهميش لجهودهم وتضحياتهم على مدى سنوات الدراسة الطويلة. هؤلاء الخريجون لا يطالبون سوى بحقهم المشروع في التعيين وفقا للقانون الذي كان سندهم الوحيد في مسيرتهم التعليمية. وفي ظل هذه الظروف تتعالى الأصوات للمطالبة بالعدول عن هذا القرار والالتزام بتطبيق القانون الذي يضمن لهم فرصة عادلة للعمل والاستقرار الوظيفي، مما يعكس أهمية دعم الكفاءات الوطنية لضمان مستقبل أفضل للقطاع الصحي في العراق. أهلا بكم. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. ملفنا الأول سيكون عن تظاهرات طلبة المجموعة الطبية. سيكون معنا على هذا الملف ممثل ذوي المهن الطبية والصحية أستاذ محمد عبادي. مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك أستاذ محمد. خلي نبدأ بالتفاصيل، شنو أبرز الأمور اليوم اللي دفعتكم للتظاهر والمطالبة بالحقوق؟ شنو كانت نتائج هذه التظاهرات في بغداد والمحافظات؟ وأيضا صارت أكو حوارات مع جهات معنية بالموضوع أو الجهات المسؤولة عن الموضوع المعترضين عليه؟ تفضل. تحية لقناة الأيام وتحية للسادة المشاهدين وتحية لك أستاذ محمد. إحنا طلعنا طبعا طالبنا ببداية الأمر بإطلاق الاستمارة، وكان متعاون معالي وزير الصحة وخرج بلقاء متلفز وطمأن الخريجين بالمباشرة بتاريخ 1/9 أن الكل راح يباشر. زين. بعد إقرار جداول وزارة المالية فوجئنا بتخصيص 29,000 درجة وظيفية من أصل 57,664، هذه إحصائية رسمية تابعة لوزارة الصحة، خصص فقط 29,000 درجة. بالتالي بلغ عدد النقص بالدرجات الوظيفية بحدود الواحد. هذا ال 57,000 مال سنة واحدة ولو مال سنوات؟ نعم سنة واحدة. زين. نعم سنة واحدة هذا. وبلغ عدد النقص بالدرجات الوظيفية 31,000 درجة وظيفية. طرقنا جميع الأبواب وجميع حتى باب دولة رئيس الوزراء والسادة المستشارين والدكتور قاسم الظالمي على رأسهم، لم نجد هناك جدية بإنهاء هذا الملف. لحد هذه اللحظات اللي أتحدث وياك بيها، إحنا البارحة كنا بتظاهرات، هذا صوتنا رايح. نعم. تعبانين، الهتافات. وذهبنا يوم الأحد الماضي أيضا على وزارة الصحة بتظاهرة. يمكن أول باب يجب أن يطرق، بما أنه طرقت جميع الأبواب. نعم. أول باب يجب أن يطرق هو باب وزارة المالية، شنو كان تبريرهم بهذا الموضوع؟ نعم، ذهبنا إلى وزارة المالية وطرقنا بابهم، قالوا أنه وزير الصحة لازم يداعي بيكم لأنه هو الجهة المعنية للمطالبة بتخصيص درجات وظيفية، وما بين الصحة والمالية اليوم احنا كأنما كرة من وزارة إلى أخرى، ودولة رئيس الوزراء لحد اللحظة لم نحصل أو نلتمس جدية من دولة رئيس الوزراء لإنهاء هذا الملف الحساس. اليوم الوضع العام للبلد، احنا مراعين الوضع العام للبلد والمنطقة بشكل أجمع، لا نريد التظاهرات بهذه الصورة، ولكن أجبرنا على النزول. خرجوا لنا السادة النواب وأيضا النقابات وكل الجهات المعنية، لم يجدوا أي حل لهذا الملف. السلطة التشريعية اليوم تقريبا غيابهم بشكل تام. لا، حتى الأمور تكون واضحة، أنتم
أنتوا اليوم متظاهرين على ال 29,000، اليوم متظاهرين على إلغاء التعيين المركزي اللي راح يصوت عليه في مجلس النواب. لا، إحنا متظاهرين لحل مشكلة النقص بالدرجات الوظيفية. الواحد وثلاث يعني هو مخصص 29,000 يتعينون، واحد وثلاثين ألف ذولا ما راح يتعينون. الواحد وثلاثين ألف كانت تظاهراتنا من أجل الواحد وثلاثين ألف. نعم. جيد. ينضم معنا عبر الهاتف عضو لجنة الصحة النيابية النائب ماجد شنقالي. سيادة النائب مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بجنابك، مساء الخيرات. سيادة النائب، كونكم عضو في لجنة الصحة النيابية، شنو تحركاتكم حول التظاهرات اللي خرج بها الآلاف من الطلبة أو الخريجين ذوي المهن الطبية والصحية، وأيضا هناك مساعي نيابية لإلغاء التعيين المركزي في الأعوام المقبلة للخريجين، شنو هذا التوجه؟ وهل هناك دعم حقيقي وتوجه حقيقي للتصويت على هذا القانون؟ تفضل. في البداية تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. وأنا لست عضو لجنة الصحة، أنا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية. هذا التصحيح. حقيقة الأمر بأنه هناك 61,000 متقدم للتعيين، مجلس الوزراء خصص 29,800 فقط، هناك ناقص 31,000 درجة وظيفية. والواقع يقول بأنه الحكومة منذ سنوات كان يجب أن تتخذ قرارات وتبلغ من يتقدمون إلى الكليات الطبية والمعاهد بأنه سيكون التعيين حسب الحاجة، أما أن تأتي بشكل فجائي وتقرر بأنه ليس هناك تعيين إلا حسب الاحتياج في سنة، فبالتأكيد هناك الكثير ممن لديهم معدلات عالية، ممن ذهبوا إلى كليات أهلية، ذهبوا إلى التدريس الموازي ودفعوا مبالغ كبيرة جدا. لذلك أعتقد كان على الحكومة أن تتريث في هذا القرار لحين تشريع قانون التعديل الرابع الذي يقول بأنه من يلتحق بالدوام في هذا العام تعيينه سيكون حسب الحاجة، لأن بالتأكيد لا يمكن لنا أن نستمر في تعيين كل مخرجات الكليات الطبية والمعاهد الصحية، خاصة بعد انتشار ما يقارب 65 إلى 70 كلية أهلية فيها طب أسنان وصيدلة وتقنيات طبية وغيرها من الأمور. وبالتأكيد هذه السنة 31,000 نقص، السنة المقبلة سيكون هناك 60,000 نقص. لذلك هذه المشكلة يجب أن تحل، ويجب أن نكون واقعيين. من يخرج المظاهرات صحيح هذا حق الطبيعي، نعم، كان سابقا كلهم يتعينون، ولكن من أين سيتوفر لهم المبالغ المالية لهذه الأعداد الكبيرة في التعيين؟ سيادة النائب، نحن لدينا الآن سيادة النائب إذا تسمح لي أقاطعك، أنا ما أحكي مجاملات حبيبي، كلام قد يكون واقعي مو كلام شعبوي عاطفي. تفضل. تريد كلام واقعي حبيبي الغالي. اليوم زي. الدولة تصرف 63 تريليون دينار، وإحنا سنويا نضيف لها 100,000 وظيفة، مين نجيب؟ إحنا نقول بأنه هؤلاء الموجودين بالدراسة المفروض الدولة تستمر في تعيينهم لغاية ما يخلصون، ومن السنة الجاية هذه السنة اللي يلتحق المفروض يقولوا لهم وقانون رسمي بأنه لا يوجد أي تعيين إلا حسب الحاجة. هذا هو مطلب وهذا هو التوجه الواضح للجنة. بالتالي الناس اليوم بالشارع يقول لك مجلس النواب إذا يمضي على التصويت على قانون إلغاء التعيين المركزي، ليش الحكومة اليوم نشوفها داعمة للكليات الأهلية المنتشرة في العراق بكثافة، وهذا أثر بزيادة الأعداد والخريجين في هذا التخصص، وأيضا جاي نشوف استحداث تخصصات طبية وصحية جديدة عام بعد آخر، ليش ما يكون توجه نيابي لتقليص هذا الموضوع؟ نعم، مسألة كان هناك لجنة أمر ديواني وكل النقابات ورؤساء الجامعات وأغلب الجهات من وزارة الصحة التخطيط قبل 4 سنوات في عام 2020، وقررت بأن يكون هناك عدم استحداث لأي كلية في أقسام طبية وتقليل عدد المتقدمين إلى 50% ورفع المعدلات بشكل كبير جدا. ولكن هذه التوصيات بدلا من تطبيقها مجلس الوزراء في حكومة السيد الكاظمي أرسلتها إلى الجهة المتحفظة اللي كانت هي هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي. لذلك اليوم أنا أقول لك بأن هذا القرار حقيقة كان قرار أرى فيه بأنه تسرع كبير، لأن أنت اليوم جيت بشكل فجائي سويت حسب الحاجة. كان المفروض أن يدرس يقرر بأنه على الأقل قانون تعديل
قانون التدرج الطبي يطبق بعد 3 أو 4 سنوات حيكون عندنا مجال لاستيعاب من التحق بالدراسة في الفترة المقبلة، والبقية أنت من يصير قانون يعرفون بأنه ماكو تعيين ما من حقه يجي طالبك معك. جيد سيادة النائب، هل من الممكن أن يحصر التعيين المركزي على سبيل المثال فقط على خريجين الكليات الأهلية الحكومية؟ لا هذا ما معقول، وهذا مخالف للدستور. ماكو شيء يقول كلية أهلية وكلية حكومية. نحن الآن إذا ما لم يعدل مجلس الوزراء قراره ويشمل الجميع، نحن سنذهب باتجاه من نحتاجه في مؤسساتنا الصحية حسب الأولويات اللي هم خريجي كليات الطب، خريجي كليات التمريض، خريجي بعض الأقسام في المعاهد الصحية. لحين يكمل عدد 28 ألف سنأخذ الأقسام التي نحتاجها، أما الأقسام لدينا فيها فائض فبالتأكيد لن نتوجه إليها. وحقيقة نحن نعمل مع النقابات والجهات الأخرى أن تحل هذه المشكلة، لأن كما قلت لك في البداية كان يجب أن يكون هناك تبليغ لمن التحق بالدراسة. اليوم أكو طالب مطلع 97 ما رايح أي كلية أخرى، رايح للمعهد الطبي أو معهد الصيدلة ليش؟ حتى يتعين. فهذه المفروض الأمور تؤخذ بواقعية. مع العلم أقول لك يا شخصيا العراق لا يتحمل أي تعيينات إضافية. جيد سيادة النائب، بسؤال أخير، شنو مصير ال 29 ألف أو ال 31 ألف اللي ما طلعت أسماءهم بالتعيينات وما انشملوا حتى اللحظة؟ يقول لك لا كان الموضوع مثلا معيار مفاضلة وتم اختيار الوجبة الأولى. أنا شنو ذنبي؟ ممكن أنا معدلي أعلى من الناس طلعت أسماءهم وأنا بقيت؟ لا هي مو حسب المعدلات، هي حسب الأقسام اللي راح نأخذها. مو أكو مفاضلة بين قسم وقسم، احنا اللي نحتاجه راح نأخذه. بس إن شاء الله أكو مطالبات، أكو تظاهرات يطلعون، أكو تحرك، قد يحل الأمر. إذا حل الأمر الكل راح يشمل، إذا ما حل الأمر 29 ألف وزارة الصحة واحتياجات مؤسسات الصحية هي ستكون لها الأولوية، وبالتأكيد 31 ألف يجب أن يكون هناك حلول لهؤلاء، لأن هاي 31 ألف السنة المقبلة راح يصيرون 80 ألف، وال 80 السنة وراها راح يصيرون 150 ألف. لذلك يجب أن نجد لهم حلول وفرص عمل في القطاع الخاص. بداية يجب أن نفصل العمل بين القطاع الخاص والعام، اللي يتعين بالعام بعد ما يحب يشتغل بالخاص، حتى نوفر فرص العمل لكل الخريجين على الأقل في هذه الفترة. لأن في الفترة المقبلة أعتقد من هذه السنة سيقل التقديم على هذه الكليات بشكل كبير جدا، قد يصل إلى نسبة التقديم قد تصل إلى 20-30% من العدد الحالي. جيد سيادة النائب، إذا تسمح لنا ممثل ذوي المهن الصحية والطبية عند بعض المطالب يحب يتفضل بها، إذا تسمح لنا تكون معنا. تفضل أستاذ محمد. هي طيبة للدكتور ماجد الشنقالي، وهي دعوة من خلال قناتكم للدكتور ماجد الشنقالي للتواجد معنا في التظاهرة التي ستقام أمام مبنى وزارة الصحة، وهي رسالة من على المباشر ومن خلال قناة الأيام نطالب تواجدك ويانا للدخول على السيد الوزير، لأنه وزير الصحة أغلق أبواب الوزارة علينا ومدى يقبل يستقبل أي أحد. وتفضلت حضرتك بالقطاع الخاص، تعرف دكتور القطاع الخاص اليوم قانون التدرج الطبي بعد 3 سنوات يلا مسموح لك تشتغل بالقطاع الخاص. اليوم احنا لا قطاع خاص ولا قطاع عام، القطاعين اليوم مغلقات أمامنا وبقينا لا حول ولا قوة. النواب، جميع النواب وجميع الكتل النيابية هي اليوم كان هناك إفلات من مسؤوليتهم الرقابية ودورهم الرقابي، إن كانت لجنة النيابية المالية أو حتى لجنتكم لجنة الصحة النيابية. لحد الآن لم نجد هناك وقفة حقيقية يا دكتور ماجد الشنقالي في هذا الملف، وإحنا بالشمس يوميا متظاهرين وتعرضنا للاعتداء وإلى التجاوزات حتى بالألفاظ، ولم نجد أي أحد ينصر هؤلاء الشباب. أخي العزيز، أولا المسألة لا تتعلق بوزارة الصحة، وزارة الصحة تستقبل القرارات من مجلس الوزراء. إذا كان لديكم مطالب، مطالبكم لدى مجلس الوزراء. اثنين، عندما لا يكون هناك تعيين، وأتكلم عن القطاع الخاص، إذا لم تحل المشكلة من خلال الحكومة بالتأكيد سنعمل على وضع ضوابط وتعليمات جديدة في وزارة الصحة ليكون لكم عمل في القطاع الخاص بأقرب وقت. وما معقولة أنا أنتظر 3 سنوات وأنت تبقى 3 سنوات، بعد 3 سنوات راح تساعدكم 200 ألف. وإحنا لازم نحل الأمور من هسه، تسوي ضوابط للتدرج الموازي في القطاع الخاص، العمل في القطاع الخاص. بس هذه أيضا ما راح تحل المشكلة إلا بفصل العمل بين القطاع الخاص والعام،
حتى يكون عندنا توازن، اللي عنده صيدليه يشتغل ما يشتغل بالحكومه، اللي بالحكومه ما يفتح صيدليه، بل ولكن يجب ان تكون هناك دراسه ورواتب موضوعيه للعمل في هذا الاتجاه. سياده النائب عفوا، اليوم النواب ولا نائب يعني تبنى موضوعنا ولا اي جهه نيابيه، فقط باستثناء الكتب، وهذه الكتب يعني لا نعرف اين هو مصيرها داخل اروقه وزاره الصحه. اي نائب لم يدخل الى السيد وزير الصحه واليوم احنا تفضل وزارة تفضل رئيس لجنه الصحه النيابيه انه الامر مو يم وزير الصحه وانما موضوعكم يم مجلس الوزراء. اذا تسمح لي رئيس لجنه الصحه النيابيه النائب ماجد شنقالي اشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. انا اسالك استاذ محمد موضوع مهم هو ازدواجيه العمل، البعض يقول اليوم نشوف خريجين المهن الصحيه والطبيه من تعينوا، تشوف اليوم يشتغل بالقطاع الحكومي وبعد الدوام يروح يشتغل بالقطاع الاهلي، وهذا الامر يؤثر كثيرا. نحكي عن كل سنه 61,000 لازم تعينهم الحكومه، فاعداد كبيره جدا. اذا الحكومه طرحت حلول، شنو المشكله اذا خلي البعض يفصلون عن الاهلي عن الحكومي، وبالتالي اللي يريد يشتغل بالاهلي يشتغل وبالحكومي يشتغل؟ بالتاكيد احنا مع الحلول، واليوم احنا نبحث عن حلول. هذه الحلول اكيد الجميع يعني راح يرحب بها، لكن هناك مشكله سوء التخطيط، وسوء التخطيط من قبل الجهات المعنيه والوزارات المعنيه مشتركه بوزاره التعليم والتخطيط والصحه. هذه الوزارات اليوم صار الخريج هو المعني بهذا الملف، والخريج ده يتحمل هاي المسؤوليه. الخريج مو خصمهم اطلاقا، دولة رئيس الوزراء، يعني هاي مناشدة لك أيضا، يجب التدخل الفوري من جنابك الكريم لحل هذه المشكلة. خلي أتحدى ثاني معك، بقية التخصصات ماكو الناس تتخرج تروح تقعد ببيوتها، اللي يحصل تعيين يحصل واللي ما يحصل ينتظر الفرج. أنتم اليوم إذا تحصلون 30 أو 29 ألف في كل سنة بالقطاع الحكومي، يعني أفضل من بقية الاختصاصات، بالتالي النصف الثاني يتجه نحو القطاع الخاص، وين المشكلة؟ هنا قانون الفقرة 6 لسنة 2000 الحكومة ملزمة بتطبيق هذا القانون. خلي عدلوها الدكتور ماجد الشنقال تحدث، خلي عدل القانون أو يوضح ما هي المعوقات أمامهم بتعديل القانون، ليش ما يعدلوه؟ خلي عدل القانون حتى الخريج من يجي يدرس بالمجموعة الطبية يعرف انه هو دا يدرس بمجال حاله حال ممكن بقيه المهن الاخرى التربويين وغيرهم، او يعتبرها مهنه حاله حال النجاره والحداده، وهذا عادي يعني شيء طبيعي من البديهيات. لكن اليوم احنا دا نتكلم ونتحدث عن قانون التعيين المركزي الفقره 6 لسنه 2000، هاي ملزمه الحكومه بتطبيقها ومناشده الى دوله رئيس الوزراء بتطبيق هذا القانون وحث الجهات المعنية على تطبيق القانون، لأن هذه مخالفة واضحة للقانون، والحكومة طبقت القانون علينا بدون ما تعدل عليه، وهي أيضا مخالفة أخرى، يعني مخالفتين بالقانون. هو ما مطبق القانون وده يطبق عليه وهو ما معدل القانون. احنا اليوم كخريجين صرنا بمتاهة بين الوزارة الفلانية والفلانية والسيد ماجد الشنقالي. ده يدعونا للتظاهر على رئيس الوزراء، يعني هذا مو حل. ليش ما انت رئيس لجنه الصحه؟ رئاسه الوزراء تريد طالب وروح طالب. هو رئيس لجنه صحه نيابيه، ليش ما يداعي بينا؟ ليش ما يجي وياي هو يروح الرئيس وزراء؟ ليش الا بتظاهرات؟ لو هاي صارت من البديهيات لازم نطلع ونهوس وصوتنا رايح وحلقنا تعبان. انا جايك من بابل حاليا، اجتماع في بابل من اجل تظاهره راح نطلع بيها، وجيتكم من بابل مباشر لهنا. انا اليوم ما معني بهذا الموضوع. اما اذا الجهات النقابيه والنقابات هي اليوم اصبحت عباره عن بؤر سياسيه للجهات الحكوميه والنقابات، تخلت عن هؤلاء الخريجين ال 31,000، وهي رساله عتب للساده النواب والنقابات والجهات الحكوميه وحتى دوله رئيس الوزراء. يا رئيس الوزراء احنا يعني شفت التظاهرات البارحه بالمحافظات، رساله عتب على يمن النواب راح يصوتون على الغاء التعيين المركزي ولكم الله بالسنوات الجايه. يعني السنوات القادمه حتى اذا صوت على القانون، اللي هم قيد الدراسه ما مسموح لهم، لان هو قيد الدراسه، لكن احنا اليوم خريجين وطبقوا القانون علينا، العدل اللي دا يدرسون شنو حالهم؟ زين انا اسالك، 61,000 خريج في كل سنه، عدد كبير جدا. شنو السبب؟ تعتبر تأثير الكليات الأهلية على هذا الموضوع سلبي أم إيجابي؟ بالتأكيد هو تأثيرها راح يكون سلبي، لكن احنا من نشوف هاي الكليات لمن تابعة؟ هي كليات بالتأكيد تابعة لجهات متنفذة في الحكومة،
هذه الكليات هم أصحابها الجهات الحكومية اللي المفروض هم يداعون بينا. ما راح أذكر أسماء من باب الدواعي القانونية حتى ما يرفعون شكاوى علينا إذا تحدثنا، لكن الكليات الأهلية هي تابعة لهم مو إلنا. زين سوء التخطيط، هذا 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 سوء تخطيط. وزارة التعليم يجب أن تكون لديها حدية بهذا الموضوع ومتابعة بشكل جدي لهذه الكليات. حتى وإن كانت هذه الكليات تابعة لهم، شنو اللي تريد يسووه مثلا؟ الكليات مو هذا نتحمل مساوئهم إحنا كخريجين، وده تشوف يعني تعيينات ماكو يقول لك، وهو مفتح كليات أهلية ده تخرج آلاف الطلاب والخريجين. يعني اليوم أحد الخريجين، أحد الزملاء أو بناتنا معدلها 95.50 تدرس معهد تحليلات على أمل التعيين المركزي. نعم. وتتخرج وتلقى موعدها تعيين وهي معدلها 95.50. ممكن في دولة أخرى تدرس دراسة تليق بها وبمعدلها وبمستواها العلمي. جيد. من خلال تواصلكم مع الجهات المعنية، أكو نية لإجراء بعض التعديلات أو تمرير الموضوع أو الوعود اللي يعطوها لكم؟ لحد الآن هي عبارة عن وعود وهمية لا صحة لها، والحكومة غير جادة في هذا الملف باستثناء دولة رئيس الوزراء، ما شفنا من عنده جدية بهذا الملف، أو خرج وطمأن الخريجين وقال لهم يا باني راح أتبنى الموضوع، لأن كل الناس تخلوا عن الخريجين. وشفت حضرتك الدكتور ماجد الشنقالي رئيس لجنة الصحة النيابية اللي من المفترض هو يجي داعبينه كجهة تشريعية أو كجماهير اللي انتخبوه، المفروض هو يجي داعبيهم يقول له روح الرئيس الوزراء. فهاي رسالة إلى دولة رئيس الوزراء، يعني قدامه دا يشوف النواب شنو دا يسوون. احنا نتمنى من رئيس الوزراء يتدخل بهذا الملف، وراح يحسب الجهد كله إليه يعني بالتأكيد. جيد. إن شاء الله هو يكون. شنو المعايير اللي تم اختيار 29,000 وتم تعيينهم وبقوا 31,000 ينتظرون الفرج؟ نعم. المعايير يعني حسب ما تحدث معالي وزير الصحة أنه يختار حسب الحاجة أو حسب ما تحتاج المؤسسات الصحية، يختارون هذا 29,000 من ضمنها حسب ما تحتاج الوزارة والمؤسسات الصحية. بالتأكيد تحدث رئيس لجنة الصحة النيابية يعني يحتاجون تمريض وطب عام وبقية الاختصاصات، لكن هذا الشيء مرفوض وغير مقبول. إذا صار الموضوع حسب حاجة الوزارة، برأيك إيش قد نسبة الحاجة الفعلية للوزارة أنه تعين في كل سنة؟ بالتأكيد كل سنة ما أتوقع أنه راح يتجاوز 27 أو حتى ممكن 25,000. نعم. لكن هذا بعد تعديل القانون، أما الآن القانون صار المفعول وإحنا سنبقى تحت القانون فقرة 6 لسنة 2000. شنو إجراءاتكم اللاحقة في حال لم يتم الاستجابة لمطالب؟ مبدئيا احنا اجراءاتنا عندنا تظاهرات راح تكون خلال الاسبوع القادم. زين. لكن احنا مو دعاة للفوضى ودعاة للتظاهرات، ويعني مراعين الوضع العام، فنطالب الحكومة بمراعاتنا كما راعينا الوضع العام بالبلد والوضع الامني والوضع العام في المنطقة. هاي كلها احنا مخلينها بالحسبان، لكن الحكومة لحد الآن هي غير جادة في هذا الملف، فسنذهب باتجاه خطوات تصعيدية بالطرق السلمية ووفق ما أقره القانون والدستور العراقي. هو أنت برأيكم تشوفون موضوع جدية حكومة؟ لو الوزارة تقول لك أنا اليوم عندي فائض يعني وين أخليكم، بنفس الوقت موضوع التعيينات يقول لك الدولة ما عاد تتحمل هذه الأعباء للتعيينات الحكومية. شنو المشكلة أنه تتجهون نحو القطاع الخاص؟ قبل لا نذهب لجزئية القطاع الخاص، التعيينات في القطاع الحكومي بشكل عام هي تعيينات سياسية كانت. هذه التعيينات السياسية اللي ما يقدر يوقفوها رجعوا علينا نحن الناس اللي لا حول ولا قوة، وتحت الفقرة 6 لسنة 2000 جوا علينا وإحنا تعييننا مركزي، لأن هو ما يقدر يوقف التعيينات التابعة للجهات السياسية بدون ذكر أسماء طبعا. بالتالي هذا ترهل بالقطاع، التعيينات الحكومية تراهل كبير جدا مو بس بالصحة، كل القطاعات بسبب التأثيرات السياسية. أما في ما يخص القطاع الخاص بالتأكيد احنا مع الحلول اللي تكون موجودة ووفق دراسة حقيقية للموضوع مو بس يقررون، وسيطر على القطاع الخاص. لكن القطاع الخاص اليوم احدى الصيدلانيات تنشر انه تريد فرصة عمل، يبلغوها انه يعني كمندبة او مندوبة دواء، الصيدلية الوحدة اللي تروح بيها ينطوها 1,000 دينار، يعني إذا تروح على 10 صيدليات ينطوها 10,000. هذا معيب
لمهنة مثل الصيدلة. إذا هيك الأمر شنو اللي يجبر اللي حتى المتعينين أنهم نشوفهم بعد الدوام يشتغلون بالقطاع الخاص؟ نعم فتحوا صيدليات لأن مسموح له بمزاولة المهنة، لكن هؤلاء الشباب يعني تلقاهم اليوم القطاع الخاص حتى ما مسيطر عليه من قبل الجهات النقابية. القطاع الخاص اليوم ممتلئ بالأجانب والسوريين وغيرهم فيما يخص طب الأسنان، أما فيما يخص الصيدلة اليوم تلقى دخيل على مهنة الصيدلة يقود لصيدلية وهو حج فلان حتى بدون شهادة، وتجد شبابنا الصيادلة يشتغلون تحت شخص هو مو صيدلاني أو هو حتى ما عنده شهادة لكن يسمى بالحجي ويمتلك تريليونات الأموال لا نعرف مصدرها. ممثل ذوي المهنة الطبية والصحية الأستاذ محمد عبادي، أشكرك جزيلا. شكرا لكم. إذن مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن الأحزمة الخضراء في العراق، حيث أكدت وزارة الزراعة حاجة البلاد إلى 14 مليار شجرة لإحياء المناطق التي تعاني من التصحر، وأن هناك أكثر من 20 منطقة في البلاد تحتاج إلى التدخل السريع لحل مشاكلها البيئية. الزميل شيبان سامي يوضح لنا التفاصيل في سياق هذا التقرير. الحزام الأخضر حلم يتنقل من حكومة إلى أخرى وينتظر يد المسؤولين تنفذ الغبار عنه بعد أن استأنفت أمانة بغداد العمل بتنفيذ المشروع ساعد بارتفاع درجات الحرارة ناهيك عن تجريف المناطق الزراعية وتحويلها إلى مشاريع استثمارية أسهمت وبشكل كبير بالتغيير المناخي الذي يعصف في البلاد. هذا ملف التصحر أصبح ملف سياسي أيضا، لأنه لو ما كان سياسي كان المفروض الآن بغداد على الأقل العاصمة محاوطة بحزام أخضر، لكن عمليات الفساد والنهب مستمرة هذا متفقين عليه، لذلك غير جادة أي حكومة تأتي إلى العراق وغير مهتمة بهذا الموضوع، تنتظر السماء تمطر. إنهاء بعض مشاكل التصحر وخاصة في حزام بغداد، مكان ما يسوون حزام بغداد أخذوا يوزعوا أراضي سكنية وبالتالي أصبح التصحر ظاهرة واضحة للعيان للوطن. يؤكد مختصون أن العراق بحاجة إلى زراعة أكثر من 15 مليون شجرة لمكافحة التصحر في وقت لا تصل مساحته الخضراء الرسمية إلى نسبة 2%، فيما تبلغ المساحات المعرضة للتدهور بسبب زيادة الإهمال وتجريف البساتين نحو 59%. التصحر كبير جدا ويعتاز حوالي 15 مليون شتلة لمعالجة التصحر ومن أجل بناء الحزام الأخضر داخل بغداد وخارج وأطراف بغداد. التصحر كبير جدا، يؤثر على الصحة، يؤثر على البيئة، يؤثر على كل شيء. تحول حزام بغداد الأخضر إلى أزمة غير قابلة للحل، ففي كل حكومة يجري الحديث عن إنشائه في المناطق الصحراوية المحيطة بالعاصمة، لكن النتيجة حبرا على ورق. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، محور حديثنا في ملفنا الثاني سيكون مع الأستاذ لبيب كاشف الغطاء، رائد أعمال في مجال البيئة. مرحبا بحضرتك سيدي. مرحبا أستاذ. أهلا بجنابك. وعبر سكايب الخبير الزراعي الأستاذ عادل مختار، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بجنابك. أستاذ لبيب، أبدأ مع حضرتك، شنو أهمية الحزام؟ والكثير ما تحدثنا في السنوات السابقة وتحدثت الحكومات عن أهمية إنشاء الحزام الأخضر وللسيطرة على التصحر والجفاف، لكن دون تطبيق لما ذكرت في السنوات الماضية. نعم، أول شيء شكرا على هاي الفرصة اللي وفرتوها لنا إنه نقدر نحكي بهذا الموضوع. موضوع الحزام الأخضر، إذا نجي موضوع تاريخيا، أنه العراق كان يلقب بأرض السواد. من بعيد لما أحد يجي بالصحراء يشوف السواد فهو هذا الخضار مالته، هو أرض زراعية خصبة. كان العراق تقريبا ما بين 30 إلى 40% من مساحته هي مساحة خضراء. نعم. اليوم قلت هاي المساحة إلى 12 إلى 17%، بالنص عدل، بالنص تقريبا وإذا مو أقل.
هذا الشيء سبب مشاكل بيئية، مشاكل أنه التصحر بدأت يدخل على المدن. قبل كانت المدن في مناطق زراعية تقدر أنه واحد يعيش بها معيشة جو لطيف، يزرع يقتات من المزروعات مالته. بس حاليا لا، الموضوع صار أنه أغلب العراق تصحر. هذا سبب عدة مشاكل، منها أنه مشاكل الهجرة من الريف للمدينة، عندنا مشاكل الأراضي الزراعية اللي بدأت تجرف. الإنسان العراقي مهما يكون يدور، يعني خلينا نكون صراحة، يدور على مصلحته، يدور على الشيء ينفعه. يعني إذا تجي أنت للعراقي بغض النظر عن الحكومة، نعم، إنسان عراقي نفسه إذا أنت تخيره بين أنه يشتري سبلت لو يزرع على شجرة بحديقته، يقول لك لا أشتري سبلت لأنه حار عندي عالي. طبعا مي يفكر بوضع أنه عام، وضع أنه أنا لازم أساهم بحل، لا أنا المهم أنه شلون أحل مشكلتي. جيد. إذا تسمح لي أستاذ عادل أسأل حضرتك، موضوع الحزام الأخضر والتشجير أمر مستحيل، كثيرا ما تحدثت به الحكومات لكن دون تطبيق. شكرا جزيلا لحضرتك وتحية لضيفك الكريم. أريد أسوي مقدمة لو سمحت لي حتى يكون واضح لجمهورك الكريم. تفضل. وزارة الزراعة تقول يحتاج لنا 14 مليار شجرة. تخيل الرقم. وفي مؤتمر البصرة يمكن عقد قبل 3 سنين قال راح نزرع 5 مليون شجرة. لحد الآن احنا يمكن 2 مليون شجرة ما زارعين. تخيل. هذا فد مقدمة أحب أقول لك. الشيء الآخر أشير إليه، اليوم عندنا مشكلة أزمة مياه. لو تتذكر قبل من شهر 12 بدأوا يزرعون أشجار وزارة البيئة والزراعة، ازرعوا ازرعوا، والله لو تروح تسوي هسه متابعة للموضوع تلقي نص الأشجار ماتت، لأن في المدارس من يسقيها من يداريها. فلذلك هذا المصطلح حقيقة في هذه المرحلة أنا أشوفه مو منطقي. اليوم أنت أزمة مي، فلذلك أنت تفكر بالمي لو تفكر تزرع حزام. طيب الغاية من زرعك الحزام، أنا يعني أكون صريح اليوم، أنت من تخطط لشيء وصار لك كم سنة، يمكن 6-7 سنين نسمع حزام أخضر ولهسه ما سوينا. شنو الغاية من الحزام الأخضر؟ يقال أنه العراق راح يواجه 300 يوم عجاج أو عواصف. طبعا شوف المصطلحات، خلي تعال نشرحها بوضوح. العراق يتعرض تقريبا خلينا نقول سنويا لعشر عواصف الأفريقية، هاي الحمرة اللي من تجي 5000 واحد من مرضى الربو يطبون للمستشفى. تخيل 10 عواصف تجي ويدخلون المستشفى يوميا 5000 واحد. اي هاي 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 شنو طرق الوقاية منها؟ هاي نقطة مهمة. هاي العشر عواصف ممكن انت تتلافاها، مرضى الربو ترشد لهم يسوون غرفة وتنتهي الأزمة. طيب باقي ال 300 يوم 290 شنو هي؟ هي الرياح المغبرة. انت من تطلع من بيتكم نشوف عجة عجة، يعني رياح وراء دقائق تصفى. هذه ما تستوجب هذا العمل الجبار اللي انت داشتغله، بينما اليوم يجب إعادة النظر بالسياسة الزراعية مالتك. اليوم انت معرض، انت خامس اكبر دولة معرضة للجفاف. الامين العام، ممثلة الامين، كل منظمات دولية يحذروك من الجفاف. انت تجي تقول والله دا ازرع الجاف. شنو الحلول المتاحة امامك استاذ عادل؟ استاذ العزيز يجب اعادة النظر بالسياسة الزراعية. على سبيل المثال الشتاء المضج قد جتك مياه، انت بس خزنت بقدر 21 مليار، وش قد زرعت؟ تخيل زراعت بحدود 12 مليون دونم، يعني ايش قد صرفت مي بال 30 او 20 مليار؟ تخيل الارقام الفلكيه اللي جتيك مي وانت كلها هدرته. فلذلك كافي يجب اعاده النظر، وضع خبراء او خطه طوارئ حتى يقدرون يضعون خطط. بهذه النقطه لا تسمح لي بهذه النقطة اريد انتقل للمتحدث باسم وزارة الزراعة الاستاذ محمد الخزاعي. ارحب بحضرتك وانقل لجنابك ما تفضل به استاذ عادل، انه هذا الهدر الموجود في المياه وما عندنا سياسه زراعيه روائيه ونخزن المياه للزراعه، بالتالي احنا يقول لك اليوم احنا نعاني من ازمه مياه حقيقيه، فما من المعقول نقدر نزرع مثل ما تفضلت وزاره الزراعه انه نحتاج
14 مليار شجرة لازم تزرع. حياك الله وحيا الله السيد عادل المختار، وحيا الله ضيفك الآخر ومشاهدي قناتكم. أهلا بحضرتك. اسمع لي، أعقب على السيد عادل المختار اللي دائما أنا وياه في خلاف، يعني هو تطرق إلى مواضيع عدة بعضها يعارض البعض الآخر. زين. أول مرة تطرق إلى مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء القاضي زراعة 5 ملايين شجرة، وقال ما نزرع منها غير 6 مليونين. لا، أنا أعلن أمام المشاهدين أن الأرقام هذه خاطئة وغير صحيحة وتبتعد عن الدقة، بعد السماء عن الأرض. شقد زرعتوا في وزارة الصحة؟ اسمح لي أخي، مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء كانت تقضي بزراعة 5 مليون شجرة، وزارة الزراعة خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة نفذت المبادرة، لا بل وتجاوزتها بزراعة 6,400,000 شجرة. تولت القيام بتنفيذ هذه المبادرة دارتي البسنة ودارة الغابات والبحر، وبإشراف مباشر من السيد وزير الزراعة الدكتور عباس جبر المالكي. وهناك في النية إن شاء الله إطلاق مبادرة أيضا لزراعة 10 مليون شجرة تشمل جميع المحافظات. طبعا الأشجار وزعت عن طريق الإهداء إلى العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة، الجامعات، المدارس وغيرها. وهنالك أخبار تطرقت إلى هذا الموضوع، لا بل أن السيد الوزير قام بنفسه في تشجيع المواطنين طلاب التلاميذ في القيام بحملات في التشجير في العديد من المدارس في بغداد وفي محافظة النجف الأشرف والديوانية والمثنى. أستاذ محمد، شنو اللي حققته هذه الست ملايين اللي زرعتوها؟ السيد عادل المختار لم تكن دقيقة. شنو اللي حققته هذه الست ملايين اللي زرعتوها؟ تقول مواجهة التصحر. السيد يقول علينا أن لا نزرع شيء، إذا كيف نواجه التصحر إذا كنا لا نزرع شيء حتى نحافظ على كيف نواجه التصحر؟ أرجع بهذا التساؤل أستاذ عادل، بس أريدك تجاوبني. 6 ملايين شجرة تم زراعتها، و6 ملايين و400 ألف 6 مليون و400 ألف شجرة 6 مليون و400 ألف شجرة شنو اللي حققت؟ وأكون متابعة لهذه الزراعات أستاذ عادل تحدث، يعني قال أنا أجزم لك أنه أكثر من نصفها ماتت. أخي، مجرد هذا الرقم هو خطوة كبيرة للاتجاه الصحيح. هنالك اهتمام كبير إن كان على مستوى الوزارة وإن كان على مستوى رئاسة الوزراء، ومبادرة طرحت في مؤتمر المناخ الذي عقد السنة الماضية وليس قبل 3 سنوات كما ذهب السيد المختار. مؤتمر المناخ عقد في محافظة البصرة، هي الحكومة أساسا ما صار إلا 6 سنوات، عقد في محافظة البصرة الشهر الثالث من السنة الماضية بحضور دولي كبير، وأطلقت هذه المبادرة. حينما تزرع 5 ملايين شجرة، هذا العدد عدد كبير وليس هين، وهو خطوة بالاتجاه الصحيح مثل ما أخبرتك وأخبرت المشاهدين أن هنالك بالنية إطلاق مبادرة قريبا جدا لزراعة 10 ملايين شجرة أخرى، وبالتالي المبادرات تتوالى لمواجهة حالة تأثيرات التغيرات المناخية اللي ضربت المنطقة مو فقط العراق، وبالتالي لابد من إجراءات، وواحدة منها هو عملية مد الحزام الأخضر حتى نستطيع أن نوقف الزحف الصحراوي اللي امتد إلى مناطق واسعة. جيد، بالتساؤل اللي طرحته أريد أسأل أستاذ عادل. أستاذ عادل، يعني بأي طريقة نواجه التصحر والتغير المناخي إذا احنا نتحدث أنه يابه جفاف وما لازم نزرع ولا شجرة؟ اوكي، شكرا جزيلا لحضرتك وتحية لضيفك الكريم أستاذي الكريم أستاذ محمد الرائع. حقيقة أنا منجب التصريح من عندي، وإنما مستشار وزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي، هو موجود على الإنترنت إذا تحب أدز لك إياه، يقول حتى نزرع 3 ملايين بالقليل يراد لنا 3 سنين، رجل واضح. الشيء الآخر، اليوم أنت منزرع 6 مليون شجرة، بس لو تسمح لي، بس لو تسمح لي، وأخبار تصريحه أعلناها عن إكمال المبادرة. لا لا، يعني مدى ناجح، مدى ناجح أن أستاذ محمد، أستاذ محمد، أستاذ محمد، أنتك الوقت أستاذ محمد، تختلط الأمور إذا تسمح لي. أستاذ محمد رجاء، أنتك الوقت حتى توضح الأمور، تفضل أستاذ عادل. أولا أن توفر مصدر مائي رجاء،
هاي اولا يجب ان يتوفر مصدر مائي، مو ماء ازال، مصدر مائي. ثانيا يجب ان يكون منظومه ري حديث. ثالثا يجب ان يكون طاقه سواء كهربائيه او شمسيه. ورابعا يجب ان يكون مشغل. يعني انت تجي تزرع بالمدارس منو رئيس فيها؟ فاذا واضح هذا الشغل الرسمي، هاي الاربع اشياء حتى يكون عندك حزام اكثر ما في نقاش. اما تجي تقول لي اليوم شنو العمل؟ قلت لك في بدايه الكلام يجب اعاده النظر بالسياسه الزراعيه. لا زلنا نعمل ايام الوفره المائيه، وخير مثال وزاره الموارد المائيه الحاليه دا تعيد النظر بالدراسه الاستراتيجيه، واحنا بوقتها قلنا هاي غلط لان تعتمد على ايام الوفره المائيه، وهذا الغلط وهسه بدوا يصححوها على الجفاف. تخيل اعاده النظر بالسياسه، فلذلك فشي بالدراسه الاستراتيجيه شيء كبير. اذا احنا نقول يجب اعاده النظر بالسياسه الزراعيه، كل قطاع يستخدم مي اكثر انطي الاولويه. فلذلك هذا اللي اقوله، اليوم انت دا تواجه دا تزرع اشجار، ازرع 10 مليون، ازرع شو تريد توصل؟ ومي مشكله. يعني اليوم عندنا 21 واليوم شفنا 20 مليار، واليوم شفنا بهور الحويزه الاسماك تطوف يمكن المره الرابعه او الخامسه. جيد جيد استاذ عادل، استاذ عادل تصورني ليش دا تطوف؟ الوقت يداهمنا، بس انطي الوقت للاستاذ لبيب. اسالك عن الاسباب الرئيسيه لفشل مشاريع الأحزمة الخضراء ولفشل الكثير من الأمور لمعالجة التصحر في العراق. تمام، أول شيء أنا أريد أعقب على كلام الأساتذة، طبعا أساتذتي هم، وأنا أتشرف أنه أكون معهم باللقاء. كلامهم يعني اثنيناتهم صحيح، أنا أشوفه زين. اثنيناتهم قاعد يوجهون المشكلة بس من وجهة نظر معينة. أستاذ عادل قاعد يواجه يقول لك أنه إحنا ما عندنا مي، إحنا عندنا مشكلة بالمي. استاذ الخزاعي لا، قاعد يقول لك انه احنا قاعد نشتغل، قاعد نزرع. فمن كل واحد انه قاعد يحاول يقول لك انه انا هاي المشكله. إيه استاذ عادل يقول لك انت ما عندك سياسه تخزين المياه بوقت نعم. وفره المياه، يا اخي اشتغل على هذا الموضوع. فهو يشتغل على هذا الموضوع. فلما نجي هسه نجي على اسباب الفشل، هم ذكروا جزء من عدها انه احنا كنا نشتغل على ايام الوفره المائيه. يعني مثلا لما نجي على زراعه العنبر، زراعه العنبر كان انه يقول لك انا اطوفه زين. هسه الفلاح نفسه بدا يتغير، عقليته بدات تتغير انه انا ما عندي مي زين، لازم اشتغل بطرق الري الحديثه. شوف الحكومه وحدها، يعني هسه جزيل الشكر لوزاره الزراعه انه مثل ما قاعد صرح انه 6 ملايين شجره، كل زين. بس هاي 6 ملايين شجره اذا احنا نعتمد على حكومه وحدها انه هي تغطي هذا الموضوع، فما راح توصل شيء. بالنهايه الحكومات تتعاقب، حكومات انه تروح حكومه وتجي حكومه ثانيه، كل حكومه لها رؤيه معينه لها. واحنا مشكلتنا احنا يعني على مدى السنوات اللي فاتت صرنا بعقليه حكومه ردود افعال مو حكومه فعل. انه موضوع صار راي عام، صارت حاره، صار نزول مي، خلينا نسوي عمليه تشجير. صار موضوع محتوى هابط، ما طلع قانون محتوى هابط، فصار اكو ردود فعل. بردت الدنيا نسى التشجير. نسى التشجير بالضبط. فالموضوع ما يصير انه يشتغل به كرد فعل، لازم اكو خطه استراتيجيه ل 15 سنه الجايه. طبعا هذا الموضوع بالتعاون مع القطاع الخاص، بالتعاون مع الفلاحين، بالتعاون مع الهاي، لازم الكل يحس بمسؤوليته تجاه هذا الموضوع. الشغله الاخيره، عمليه تشجير العراق كله، هو موضوع حزام الاخضر موضوع مهم نعم. بس اكو ناس يطلع عليك يقول لك انه انا اروح ازرع الصحراء كلها. لا حبيبي، ما تزرع الصحراء كلها. الصحراء هي منطقه من الازل هي صحراء. اذا انت تغير الديناميكيه والجغرافيه مالت الصحراء راح تاثر على هواي امور بيئيه انت في غنى عنها نعم. فلازم اكو يرجع انه مخطط الى ما كان في السنوات السابقه، الى ما كان الوفره المائيه. موضوع المي موضوع اساسي، اكو شغلات ثانيه اذا ما نقدر نحصلها بالمي بالنهر نقدر نحصلها بالمطر. موضوع الاستمطار الصناعي، والاستمطار الصناعي تطور مو مثل قبل انه طائرات وهاي، لا اكو طرق حديثه، اكو حتى بجامعه بغداد طلعوا بحث حول انه طريقه الاستمطار الصناعي اللي يصير ممكن بالعراق. موضوع المي موضوع اساسي لكل العراق، اذا اختفى المي اي مشروع ما ينجح. جي استاذ محمد اعود لحضرتك. استاذ عادل يشكل على سياسه
السياسة الزراعية المتبعة وسياسة تخزين المياه في أوقات الوفرة، شلون تتعامل وزارة الزراعة مع هذا الموضوع؟ يعني أنا أهم أسأل معك مع السيد عادل المختار، هو إنسان محترم وعزيز، يعني ودائما يقول، يعني هاي النظرة التشاؤمية أنا ما أستغربها، إن كان في موضوع الزراعة وإن كان في موضوع الري وإن كان في موضوع البحيرات خاصة بالأسماك. أنا اليوم لما نواجه هذه المشكلة، يعني يقول إعادة النظر بسياسة زراعية، يعني ما هي الأسس والترابط اللي أنت حتى تفضل فيه أنه يا ريت تسوي. اليوم وزارة الزراعة، ما أدري أخ عادل المختار ومتابع للزراعة، إحنا اليوم وصلنا إلى مستويات مبشرة للمواطن، يعني باب فخر إنه لما العراق يصل مع كل هذه الظروف، مع كل هذه التحديات حيث الواقع الزراعي، إلى تحقيق فائض في إنتاج أهم محصول استراتيجي وهو محصول الحنطة دون أن نستخدم كميات مياه كبيرة. طرف متابع، آخر يوم عندنا 4 مليون دونم أراضي صحراوية تروى عن طريق قنوات الري الحديثة المرشات لتعويض النقص في الأراضي التي تروى سيحا بشكل مباشر من مياه الأنهار. 4 مليون ساهمت مساهمة كبيرة في تحقيق، وتجاوزنا هذه السنة إلى تحقيق فائض. أستاذ محمد تجاوزنا الوقت، أنا أسألك أريد جواب بعشر ثواني، موضوع الحزام الأخضر حلم ممكن تحقيقه يعني أم لا؟ هذا الرصاص أخضر يمتد من محافظة الأنبار إلى محافظة سيناء، هو حلم ممكن تحقيقه أم لا؟ أخي حينما نصل إلى هذا إذا فقدنا الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الزراعة الأستاذ محمد الخزاعي، أشكرك جزيل الشكر، وعبر سكايب الخبير الزراعي الأستاذ عادل مختار، شكرا جزيلا لجنابك والرائد في مجال البيئة الأستاذ لبيب كاشف الغطاء، أشكرك جزيل الشكر لحضورك وانضمامك معنا. إذا مشاهدينا قبل نروح لموجزنا الخبري خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس بشأن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. مشاهدينا ختاما بموجز الأخبار، رئيس الوزراء يؤكد خلال افتتاحه محطة كهرباء الدبس الغازية بمحافظة كركوك ضرورة العمل على إيجاد موديل اقتصادي لإنتاج الطاقة الكهربائية. رئيس الجمهورية يسلم محافظ ديالى الجديد عدنان الشمري المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه. وزير الصحة يعلن البدء بتنفيذ الخطة الصحية الخاصة بالزيارة الأربعينية بدءا من البصرة ووصولا إلى محافظة كربلاء المقدسة. هيئة الحج والعمرة تعلن انتهاء مدة التسجيل على الحج يوم الثلاثاء المصادف 13 من آب الحالي.
قيادة العمليات المشتركة تنفي وجود إرباك أمني ووضع غير مستقر في قاطع نينوى والحدود مع سوريا. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.